السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أصدقاء، معكم أخوكم إسماعيل على قناتكم ريمان أنيميشن، واليوم سأجيب على أسئلتكم الجديدة بخصوص برنامج كريتا أنيميشن. قبل ما نبدأ، هل تلاحظون يا أصدقاء قائمة التشغيل هذه في القناة؟ إنها مليئة بالعديد من الدروس المتعلقة ببرنامج كريتا، أتمنى أن تستفيدوا منها. وهناك يمكنك اختيار الدرس الذي تريد، ومع متابعتك الفيديوهات التعليمية إلى النهاية فتأكد يا صديقي أنك ستتعلم التحريك على برنامج كريتا. عموماً نبدأ الإجابة على أول الأسئلة. لدينا سؤال من أحد الأخوات تسأل فيه وتقول: أريد أن أحفظ الفيديو، ممكن شرح؟ يعني هي تقصد أنها تريد تحويل الأنيميشن الذي صنعته على برنامج كريتا إلى فيديو. الإجابة على هذا السؤال ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول يا أختي ويا أصدقاء، نقوم بتحميل ملف FMPNG. سأترك لكم رابط التحميل في صندوق الوصف. بعدما نقوم بتحميله وفتحه داخل الحاسوب، نذهب بعد ذلك إلى برنامج كريتا ونقوم بتحويل مثلا هذا الأنيميشن إلى فيديو بهذه الطريقة. نذهب إلى هذا المكان ونختار فايل، ثم نختار ريندر أنيماتيون، ثم بعد ذلك نعمل تأشير على فيديو، ثم نذهب إلى هذا المكان ونختار ملف FMPNG الذي قمنا بتحميله في الحاسوب ونضيفه، ثم بعد ذلك نختار الصيغة وهي MP4، ثم بعد ذلك نختار المكان الذي سيظهر فيه الفيديو عند إخراجه. هنا مثلا أختار هذا المكان في الحاسوب، ثم نضغط على OK ونخرج الفيديو بهذه الطريقة. إذن يا أصدقاء، هذه هي الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية وهي المفضلة لدي، فقد شرحتها في هذا الفيديو وهو موجود في القناة. نمر الآن إلى السؤال الثالث، وهو من الأسئلة الشائعة: ما هو أفضل إصدار لبرنامج كريتا؟ لأن هناك العديد من الإصدارات لهذا البرنامج. بصراحة يا أصدقاء، جميع الإصدارات جيدة، فقط ما عليك سوى تعلم الرسم وتعلم التحريك، لأنه يعني مهما كان لديك من برنامج ومهما كان لديك من إمكانيات، فإذا لم تكن لديك موهبة الرسم وإذا لم تكن لديك القدرة على التحريك على البرنامج، فلن تستطيع فعل أي شيء حتى لو كان لديك أفضل برنامج في العالم. من الأسئلة الشائعة أيضا وهو: كيف أقوم بتغيير لغة البرنامج إلى اللغة العربية؟ بصراحة يا أصدقاء، تغيير اللغة شرحتها في هذا الفيديو وشرحتها في فيديو آخر. اللغة في برنامج كريتا يا أصدقاء غير مهمة كثيرا، لأنه حتى لو قمت بتغيير اللغة إلى اللغة العربية فلن يتم تغيير لغة البرنامج إلى اللغة العربية بشكل كامل، بل سيتم تغيير فقط العناوين الرئيسية لهذا البرنامج. من الأسئلة أيضا التي تطرح لدي في القناة، يقول بعض الأصدقاء: لماذا تقوم بوضع الموسيقى في بعض المقاطع الخاصة بك؟ يا أصدقائي، أنا صانع محتوى أنيميشن وأحب مشاركة المقاطع التي أصنعها على برنامج كريتا مع محبي التحريك، والموسيقى في الفيديو الغرض منها هو الاستمتاع بالمقطع. عندما تمر عملية صنع ذلك المقطع المتحرك بسرعة كما هو الحال في هذه الفيديوهات يا أصدقاء، لذلك إذا كانت الموسيقى مزعجة لدى البعض منكم فما عليك سوى أن تقوم بتقليص الصوت حتى لا تسمع تلك الموسيقى. عموما يا أصدقاء، هذا ما كان في هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم، ونلتقي إن شاء الله في دروس أخرى على برنامج كريتا، وأتمنى أن تستفيدوا من هذه الفيديوهات التعليمية، وشكرا جزيلا.